أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في النشرة الرئيسية من قناة السابعة تي في، أول قناة إخبارية في الجزائر. بداية، وفي ذكرى اغتيال رئيس السابع للجزائر محمد بوضياف، اتهم نجل الراحل ناصر بوضياف الجنرالين السابقين كل من خالد نزار وتوفيق مدين باغتيال والده. جاء هذا بعد 27 سنة من اغتياله، ذكرى لم تمحى من أذهان الجزائريين، خصوصا وأن المغدور اغتيل مباشرة أمام أعين الجميع. البورتري لياسمين بوهزوني. لا زالت عملية اغتيال الرئيس المغدور محمد بوضياف في 29 جوان 1992 بمدينة عنابة من أكثر الصور المحفورة في أذهان الجزائريين أنذاك بعدما شهدوا على موته. بوضياف والملقب بالطيب الوطني إبان الثورة التحريرية من مواليد 23 جوان 1919 بالمسيلة، حيث انضم إلى صفوف حزب الشعب الجزائري ليصبح عضواً في المنظمة السرية. وبعد استقالة الرئيس الراحل شاذلي بن جديد سنة 1992، وبعد التعددية الحزبية وتغيير المسار الانتخابي، ترأس بوضياف البلاد. سيناريو اغتياله أدهش الجزائريين والعالم ككل، بعدما كان يلقي خطابا أمام قاعة مليئة بإطارات الدولة وكاميرات التلفزيون. وفي لحظة من عمر ذلك اللقاء، وبالضبط عندما بلغ الرئيس في خطابه عبارة الدول التي سبقتنا، بماذا سبقتنا؟ بالعلم والإسلام. احنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا، باش فاتتنا؟ فاتتنا بالعلم والدين تاع الإسلام. فإذا بصوت طلقات رشاش تستهدف رأس الرئيس بوضياف الذي لفظ أنفاسه الأخيرة عندما كان متجهاً إلى المستشفى العسكري بعين النعجة. الروايات تباينت أنذاك حول ظروف اغتياله بعد إعلان القبض على أحد حراسه، الملازم الأول لمبارك بومعرافي القابع في السجن حتى اليوم. أشرف اليوم وزير العدل حافظ الأختام سليمان إبراهيمي على اختتام الدورة التكوينية للطلبة المتربصين بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة. الزميلة كاهنة وعزيب حضرت الحفل وعادت بالتالي. في كلمة افتتاحية ألقاها مدير المدرسة الوطنية لإدارة السجون، أقيم بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة حفلاً تتويجياً لتخرج الدفعات من ضباط ورقباء وأعوان إعادة التربية. كان حفل تخرج 3 دفعات، دفعة ضباط إعادة التربية ورقباء إعادة التربية وأعوان إعادة التربية. هؤلاء الدفعات لقوا تكوين داخل المدرسة لمدة سنة، تكوين جزء منه نظري وجزء منه تطبيقي، وذلك وفقا للمستجدات الجديدة في إطار عصرنة أساليب العمل والتكفل بالسجناء. أين تم تسمية الدفعات من طرف الطلبة الخريجين، حيث تم تكريم كل من عائلة شهداء الواجب إلى جانب تقليد الرتب وتسليم الشهادات. الحفل عرف في الأخير استعراض الوضعيات التي خضع إليها الطلبة طيله فترة تربصهم وكيفية الدفاع عن أنفسهم أثناء أداء واجبه. هذا ونفى مختار فليون مدير إدارة السجون كل الإشاعات التي روجت حول تعرض الأمينة العامة لحزب العمال ويزا حنون لسوء المعاملة داخل السجن، قائلا أن الأخيرة تتلقى الرعاية الصحية اللازمة كغيرها من السجينات. التصريح لكهنة وعسيب. شوف، الويزا حنون متابعة من طرف المحكمة العسكرية، وبما أن السجن العسكري ما فيش جناح للنساء فهي موجودة في جناح تابع للمؤسسة العقابية، فهي متكفل بها تكفلا تاما طبيا ومعاملة وفق القانون الجزائري، لا شيء يعني بخصوص هذا الشيء. كل السجناء يخضعون لنفس المعاملة ونفس الحقوق ونفس الواجب، يعني هم في نفس القاعات مع كل المساجد. قلت القانون يطبق على الجميع في المعاملات، في الزيارات، في التكفل الطبي، في الإقامة، في ظروف العيش، كل التغذية، كل الظروف نفسها لبقية السجناء. إذن تجاوز الانفصالي المنبوذ فرحات مهني رئيس ما يعرف بالحركة من أجل استقلال منطقة القبائل ماك
في آخر خرجته كل الحدود، أين سينشط في هذه اللحظات محاضرة مباشرة من باريس تحت عنوان حرب الرايات بولاية بجاية، الأمر الذي أحدث جدلا واسعا وسط الرأي العام الجزائري، خصوصا وأن الأخير يعرف بعدائه الشديد للجزائر وللوحدة الوطنية. المزيد في هذا التقرير. في العام الماضي قام الانفصالي فرحات مهني رئيس ما يعرف بالحركة من أجل استقلال منطقة القبائل ماك بتوجيه دعوة مثيرة للجدل وفي نفس الوقت خطيرة جدا لسكان منطقة القبائل. دعوة تمثلت في ضرورة قبول سكان منطقة القبائل لخلق منظمة مسلحة لفرض الأمن، حيث رفع هذا العميل المتصهين في أكتوبر 2017 بملف القبائل أمام الأمم المتحدة محاولة منه استفزاز الحكومة والشعب الجزائري. وفي سابقة خطيرة قامت إدارة جامعة مولود معمري بتيزي وزو أفريل الماضي بعرض محاضرة عن بعد من باريس قام بإلقائها مهني بعنوان معركة القبائل في مواجهة الاحتلال الجزائري. والأخطر من ذلك أنها شهدت متابعة قياسية من طرف طلبة الجامعة. يبدو أن مهني لم يتوقف عند هذا الحد، بل سينشط مساء اليوم مباشرة من باريس محاضرة تحت عنوان حرب الرايات بولاية بجاية في إطار سلسلة المحاضرات التي تنظمها الحركة تحت عنوان القبائلية قبل كل شيء. وهي ثاني مرة يلقي هذا العميل المتصهين محاضرة بتقنية التحاضر عن بعد، فإلى متى سيواصل هذا المنبوذ محاولاته الفاشلة في تفرقة أبناء البلد الواحد؟ إلى ولاية سيدي بالعباس، أين تسبب اليوم انهيار ركام من التراب بمشروع 2000 سكن اجتماعي في طور الإنجاز بالولاية. تسبب في وفاة 3 عمال من جنسية جزائرية على عمق 5 أمتار. هذا وسخرت الحماية المدنية الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تجنب وقوع ضحايا آخرين لخطر انزلاق التربة. بعد مطالبة عائلة رهبان تبحرين القضاء الفرنسي بالاستماع لأقوال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورئيس جهاز المخابرات السابق الجنرال محمد مدين في قضية وفاتهم، هذا القرار أثار أقول شكوك الشارع الجزائري، خصوصا وأن الملف فتح في هذا التقرير بالذات. المزيد في هذا التقرير. توالت الأحداث وتسارعت الأمور في الشارع الجزائري منذ 22 فبراير الفارط، مع المطالبة برحيل رموز النظام وإحالة المسؤولين السابقين المتورطين في عدة ملفات فساد، ليفتح ملف تبحرين من جديد بعد مطالبة أهالي الرهبان من قاضي التحقيق بمحكمة باريس المكلفة بالتحقيق في قضية الرهبان الذين قتلوا سنة 1996 على يد الجماعة الإرهابية جيا في الجزائر، بالتحقيق في القضية والاستماع لأقوال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ورئيس جهاز المخابرات السابق الجنرال محمد مدين أثناء فترة حكمه. قرار جعل الشارع الجزائري يتساءل حول ما سيكون بعد فتح هذه القضية، خصوصا في هذا الوقت بالذات الذي يعتبرونه توقيت غير بريء تماما. كل بلد حرة في استقرار ديالها وحرة في مواقفها وتوابتها، وكل واحد كان واش كان مع فرنسا وفات اللي فات. دوك فرنسا ما تشوف حوايجها وتستغل بالأمور ديالها وفقط. مرور 23 عاما على اغتيال رهبان تبحرين، القضية تفتح من جديد في هذا الوقت الحساس. مرور 23 عاما على اغتيال رهبان تبحرين، القضية تفتح من جديد في هذا الوقت الحساس بالذات، تطرح تساؤلات عديدة تجيب عنها الأيام القادمة. لقت مختلف حملات النظافة في الحراك الشعبي إشادة بالغة بأصحابها والمبادرين إليها، كما تفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم، حيث امتدت هذه الحملات إلى ملاعب القاهرة أين أقام أقول المشجعين الجزائريين بحملة تنظيف الملاعب بعد نهاية كل مباراة كينيا والسنغال في كان 2019. المزيد في هذا التقرير.
لا يزال الجزائريون يصنعون الحدث من خلال ترسيخ الوعي والفكر الذي يتمتع به، والذي بات اليوم يعطي دروسا في الوطنية والتغيير الإيجابي، حيث رفع عدد من الشباب تحدي نقوها كاع وبدل العقلية تبدل البلاد من أجل جزائر نظيفة. هي من الصور الإيجابية للحراك الشعبي امتدت من الجزائر إلى مصر في العرس الكروي كان 2019، أين أذهل محبي الخضر العالم بسلوكهم الحضاري في تنظيف مدرجات الملاعب بعد نهاية كل مباراة للمنتخب. هي حضارة الشعب الجزائري الذي أعطى كل العالم درسا في التحضر، أولا بالمسيرات السلمية، وثانيا بالمبادرات الإيجابية في تنظيف مدرجات ملاعب الأهرامات. أبو زكور أو ما يعرف بالرجل الأصفر، حالة فريدة من نوعها من مدينة حلب السورية، يرتدي ملابسا ذات لون أصفر من رأسه حتى أخمص قدميه منذ أكثر من 35 عاما. الرجل الأصفر يستعد للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأغرب شخصية في العالم. نتابع تفاصيل أكثر في هذا التقرير. ألبس اللون الأصفر من سنة 25/1/83. إن شاء الله الشعب الحلبي كله بيحبني والشعب السوري، وأنا بتمنى الخير للشعب السوري والشعب الحلبي. إذن بهذا وصلنا إلى نهاية النشرة الرئيسية لنهار اليوم. المزيد من الأخبار تابعوا على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة السابعة تيفي، أول قناة إخبارية إلكترونية في الجزائر. السلام عليكم.